Hi, hey, hello. How's it going? Today, inshallah, we'll take something new in English conversation course for beginner level. هلا نكمل الحلقة 14 من beginner level. تمام. السلام عليكم، معكم مستر احمد عصام من English Conversation Course، وعاوز اكلمكم النهارده عن ازاي ابتدي اتكلم عن نفسي واتكلم عن موقف في حياتي بالانجلش، ابتدي ان انا ازاي استخدم الانجليش بطريقه طبيعيه في حياتي. اليومين دول طبعا مستمر ومعروف المظاهرات اللي حاصله في امريكا وبسبب التفرقه العنصريه وبسبب الكلام ده كله. جبنا لكم النهارده جروب اوف ووردز، مجموعه من الكلمات اللي نقدر نستخدمها في حياتنا ونقدر نستخدمها عشان نتكلم عن الموقف ده. فور اكزامبل، على سبيل المثال، صاحبك سالك وقال لك ايه اللي بيحصل في امريكا اليومين دول، فانت هتقول له ايه؟ هتقول له I don't know, I can't speak in English with this solution. مش هقدر اتكلم عن حل الموقف ده، لا. فاحنا هنبتدي النهارده ازاي اتكلم عن الموقف ده. انا هبتدي اتكلم عن الموقف اللي حصل في امريكا بشكل عام وبشكل شخصي مش متخصص، يعني انا مش فاهم حاجه، اتفرجت على فيديو وابتدي ان انا اتكلم عنه، وهنعرف جروب اوف ووردز، كلمات جديده زي ما قلنا، وهنكتبها لكم ونتعلم ازاي نستخدمها في سنتنسز. فهبتدي ان انا اشرح واتكلم في السنتنسز عادي كاني بتكلم مع صاحبي. هيبتدي يخليني ان انا اوظف اكتر من حاسه من حواسي، like listening and seeing and speaking. لما انت بتنطق ورايا دي برضه حاسه، فهتبتدي ان انت توظف اكتر من حاسه في تعلم اللغه، وده هيثبت المعلومه عندك جدا. Yesterday I saw a video on the internet. This video was watching a man and a cop. The policeman killed the citizen, the black citizen. On the other hand, all of people came out and they made like a small revolution. All of them came out against the oppression and tyranny. كل الناس خرجوا ضد الظلم وضد الاضطهاد والاستبداد. One of them said that. واحد فيهم قال this action was against the law. يعني الاكشن اللي هو عمله الكاب او البوليس ده against the law، يعني ضد القانون. And he must be punished. He must be punished. لازم يتعاقب الراجل ده وناخد حقنا. After that we found another places and many regions، يعني مناطق كتيرة، came out to start to make like a small revolution like them، يعني ابتدوا يعملوا زيهم زي ثورة، against racism، يعني معناها ضد التفرقة العنصرية. And they wanted a solution for this problem. وكلهم كانوا عاوزين حل المشكلة دي. اوكي، كده انا انهيت الحوار اللي احنا قلنا هنبداه عن الموقف اللي حصل في امريكا. هنبتدي ناخد الكلمات اللي احنا عاوزينها النهارده ونستفادها. اول كلمه معانا اللي هي كلمه ريفوليوشن، معناها ثوره. كلمه ثوره دي معناها اللي هو many people came out against something، يعني ناس كتيره خارجين بيحتجوا على حاجه معينه او حاجه حصلت مش عاجباهم فبيعملوا ريفوليوشن، ثوره. تاني كلمه معانا او تاني جروب اوف ووردز، المجموعه الثانيه من الكلمات اللي هي oppression and tyranny. Tyranny and oppression دي معناها استبداد او ظلم. تاني كلمة خدناها معانا والناس كلها عارفينها اللي هي law. law معناها قانون. law معناها قانون، لما قلنا against the law، يعني الفعل اللي عمله الشخص ده او الضابط ده كان against the law، حاجة ضد القانون. رابع كلمة معانا اللي هي كلمة regions. regions معناها منطقة او مناطق. region منطقة and regions مناطق. كلمة معانا واللي هي الكلمة الأساسية اللي كل الناس عاملين عليها revolution اللي هي ايه؟ racism. racism معناها تفرقة عنصرية. كلمة معناها اللي هي كلمة solution. solution معناها حل، معناها حل البروبلم للمشكلة أو situation، المواقف اللي احنا واقعين فيه ده. فبقول they came out in revolution to have or to found a solution، يعني هم خرجوا في ثورة عشان يلاقوا حل المشكلة. thank you. don't forget to make like, subscribe and share. تابعونا وياريت نسمع الفيديو ده أكتر من مرة ونعمل practice وننساش النوت بوك وفعل زر الجرس عشان نسمع كل جديد.